وخمس مرات كمان دول اشياء الاستاذ محمد مصطفى اللي انا سبته على جنب شويه ده يقول له تعالى وانا بعتذر لك والله يا استاذ محمد انا اللي اخترتك مع اشياء الكبير الاستاذ محمد مصطفى وانت هتستحملنا لان الفرق فرقك وكلنا جايين نفرح في وسط الشارع. السادة الحضور أنا أول مرة حاجة على الجامع بتاعنا ده هو صديقي الذي ما زال يعمل شاعرا على درجة ساق بمنحل ومن الشعراء من تناهى تحول ومنهم من عاب الأنام تبدل وما حياتنا إلا ضرب أو صرف أو قلم تمثل فأبدي لئيما أدر على صلاته تنفل بغني تقعر في إحسانه تفضل أرأيت كيف كل بحوله تكبل فلا يغرينك وجه أو لقب تبدل ذلك كبد من حول لحول تنقل فلم تظن ان باب الجحيم مقبل وهاك جهل مقدس قطار تجلل متى سال العقل ترى القلب يجفل اهم الناس بطقم وعين ومنزل ام نحن اذا تقلبنا في كل محمل يطعن احدنا على خط عشواء التحمل إن كادت تتمسه يد الجنون فأبلت يسير على حرف ظن ويقين مؤكد أنت ما سأل إبراهيم ليطمئن يسأل ترى أي الفريقين بالحياة أبشر القعيد أم من مشى بين العمى بمشعر أئنا لنسمع بعضنا في كل موأد فقد جئنا على كل جرب لمثمر هكذا حفظنا الوعي بكل معزل وسكننا قلبة كهف بألف مدخل فما وجدوا لعلة غيبتنا معلل بل نفخ سواؤهم في عوازنا توكل فدعهم يستغرقون فسيقولون هذا على موعدنا تسول وسيقولون هذا في قلوبنا توكل فدعهم يستغرقون في سعي تعجل فإنا لا نبصر إلا بالسير أمهل فأين جرير وأبى العلاء وأين أخطر ومن قبل فاجلبد عثمان بمعزل فاطرق أبوابا للقرآن إذا تردد وابتغي من السواد كحلا به تكحل وليست كل السبل استقامتها أسهل ولا ينجز السيف ما أنجزه منجل وحسبك يا صديقي إذ تقول تفعل وبعض القول أثرا من الفعل أمثل. شكرا.